السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض البقسماط، سهل وبسيط وجميل جدا، وان شاء الله يا رب يعجبكم. مقاديره انا معايا كوباية سمنة بنفس المقدار ده، انا باخد بيه يا جماعة الدقيق، ولو في سكر او في حاجة. كوباية سمنة لينة، يعني شوف لينة ازاي درجة حرارة المطبخ. هاخد معلقتين بيكنج باودر، هاخد رشة ملح، معلقتين سكر بودرة، نص كوباية زيت، هاخد بياض بيضة، الصفار بتاعي اهو حاطة عليه رشة سكر بودرة، بس هخليه في الاخر عشان ادي ايه بيه الوش، نركنه على جنب. واحد الزبادي، كوبايتين دقيق. الدقيق يا جماعة حسب العجينة، انا حاطة مبدئيا كوبايتين، ممكن اخد اقل او اخد اكتر. هنبقى ايه كلنا ايه شايفين مع بعض، ونبتدي نقول بسم الله. اهو هنجيب البولة بتاعتنا، هنحط بياض البيض وعليه رشة الملح، تمام، السكر، الزيت، الزبادي، تمام. نضربهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الزبادي كويس، وطبعا الدي بتاعي انا هضيفه بالتدريج، هضيف الزبده اللي هي بدرجه حراره الغرفه، قصدي درجه حراره المطبخ، معلش الواحد ما بيكون شغال، معلش ما بيكونش مركز في الكلام، اعذروني يعني لو في كلمة وقعت مني كده ولا كده يعني. تمام تمام كده، هندوبهم كده كويس. مش شايفين هي سايحة ازاي؟ حتى لو احنا معرفناش نفتتها، احنا كده كده اصلا لما هنحط الدقيق هتتفتت من الدقيق، فاحنا نشيل المضرب ونبتدي بقى نحط الدقيق بتاعنا شويه بشويه، بس نحط الملفين بيكنج باودر اللي احنا قلنا عليهم. شويه دقيق اهوت، معلقه بيكنج باودر، معلقه وادي المعلقه الثانيه، تمام. هنقول بسم الله بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بعجن، شايفين البوله يا جماعه لما بتبقى كبيره بتبقى احسن ازاي؟ يعني يا بنتي الله يكرمها اللي جابتها لي. المهم ان انا اكون عجينه ما تلزقش ايه في ايديا، بس برضو ما اقدرش ازود دي الا لما اشوف العجينه ايه نظامها معايا. كده نظام العجينه معايا ان هي ايه عايزه دقيق، شايفين اهي كده. انا ممكن هجيب كوبايه دقيق تاني وايه، وهشوف هستخدم منها قد ايه. يا جماعه جبت كوبايه الدقيق، ما رضيتش احط الا لما ايه تبقوا معايا برضه عشان نشوف انا بهبل العجينه بتاعتي. بس هحطها هنا كده اهو، نحط تاني عشان هي ايه لسه بتلزق، هي قربت تسيب من ايديا. شايفين هي بتتلم معايا ازاي شويه بشويه؟ اهي مش هسيبها الا لما هي ما تسيب من ايديا خالص، يعني مش هوقف الدقيقة الا لما تسيب من ايديا خالص. لسه شويه كمان اهو، فكده كده اصلا الدقيق بيتضاف بالتدريج. اهم حاجه
من البنه بتاعتي نضفه خالص، وانا بعجن العجين شايفين ما بتبقاش ايه متلحوسه لا كده ولا كده. اهو بتسيب من ايديا كده، عايزه ايه لسه برضو سن الدقيق تاني عشان اعرف اتحكم فيها. طبعا انتوا عارفين هي ما فيهاش خميره فانا مش هسيبها، انا يا دوبك هحطها بس عبال ما احضر الصاج بتاعي في ورق الزبده وهقول لكم هنشكلها ازاي، وهنحضر السمسم وحبه البركه بتاعنا. نشوف العجينه والله اختبار اهي كده مية مية العجينة اهي خلاص شايفين اهي، ولا ماسكة في ايدي شايفين ايديا كله قدامكم على الطبيعي يا جماعة، انا مقلتش حاجة من وراكم اهو كده ايه تمام كده خلاص. هحضر حاجتي وهنيجي هقولكم هعمل ايه. رجعنا حبايبي بعد ما عملنا كل حاجة، هنبتدي بقى نشكل العجينة بتاعتنا. هعملها كور كده، انا الرخامة طبعا بتاعتي نضيفة اهي، انا هعمل جزء قدامكم والباقي هخلصه عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. كور كده يا جماعه اهو، هنعمل اول كوره بسم الله. انا مش دهنه الرخامه عندي اي حاجه خالص اهو. شايفين العجينه بتاخد وتدي معايا ازاي يا جماعه اهو شايفين اهو. هروح انا اطلع حته من هنا كده اعمل لها شكل سنبوكسه وحته من هنا كده تمام، واحط الصاج بتاعي شايفين يا جماعه، هو ده نفس الشكل اللي احنا عملناه كل الشكل كده شايفين. احنا المقدار بتاعنا هحاول اظبطها علشان تبقى كلها ايه سوا واحد كده. المقدار بتاعنا خد كام؟ خدت 3 كوبايات دقيق، وقلت كل واحد وعلى حسب ايه الدقيق بتاعه اتشال معايا بسهوله مش اي مشكله خالص. هخلص كل الكميه اللي عندي وقبل ما ادخلها الفرن هوريكم. ورجعت لكم حبايبي بعد ما البقسماط بتاعي طلع من الفرن وسبته يهدى، شايفين الجمال والحلاوه. ده الجزء اللي انا كنت حاطاه في فرن الكهرباء، وده الجزء الثاني شايفين البقسماط بتاعي. هنرصه بقى شايفين، حاجه تفتح النفس شايفين، وحاجه بيتي طبعا اهي شايفين الحلاوة يا جماعة. يا تكاتك يا حركاتك يا أم باسل، البقسماط من مطبخ أم باسل، حصري من مطبخ أم باسل يا جماعة. كلنا نجربه ونعمله لولادنا اهو. النهاردة طبعا الخميس، انتوا عارفين انا بحب اعمل حاجة علشان بيبقى كلنا اجازة نفطر بيها كلنا، وحاجة بتبقى من ايدينا حاجة جميلة شايفين. رصيته بقى بشكل كده اهو عشان حاجه تفتح النفس كده شايفين يا جماعه. البقسماط بتاعي انا هذوق معاكم ومش هقول لكم بقى ايه على الطعم يعني. ادي بقسماطي اهو يا جماعه، حاجه مش قادره اقول لكم عليه بجد والله، فعلا جميل جدا. بتمنى ان انتم تجربوه، وعايزه رايكم والله يعني بصراحه وبامانه. انتوا شايفين شكله، انا لو شايفه فيه اي حاجه انا هقول لكم لا ده هو مش طلع مش مظبوط معايا، هكون معاكم صريحه. بس انتوا شايفين الشكل يعني بيدل، اكيد بيدل على طعمه. ده كان معاكم النهارده البقسماط بخطواته السهله والبسيطه والسريعه من مطبخ ام باسل، حصري من مطبخ ام باسل يا جماعه، بكل تكاته بكل حركاته. ما تنسونيش في اللايك، في الاشتراك في القناه بتاعتي وتعليقاتكم الجميله اللي انا بحبها، والجرس علشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير ان شاء الله في حاجات تانية جديده وسريعه وسهله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.